ازيكم يا شباب؟ جاي النهاردة اشارك معاكم مخطط لبلاي ستيشن 4. ده واحد من 4 مخططات، وزي ما انت شايف ده رقم المخطط او رقم الجهاز. بالنسبة للمخطط يا شباب بيبقى بالشكل ده، بيقسم لك الدوائر اللي جوه البوردة عن مجموعة اقسام. يعني لو بوردة بلاي ستيشن 4 البوردة الامريكي دي بتبقى تقريبا مقسمة 20 قسم، ده غير السي بي يو بتاع الجهاز. تمام. دي الاقسام اللي بقول لكم عليها، او الدوائر اللي بقول لكم عليها. والدوائر دي بتبقى يعني عبارة عن دوائر لوحدها، يعني كل دائرة بيقسمها لك لوحدها. لو عندك عيب مثلا في مكان معين بتروح للعيب ده، او بتروح للدائرة دي على طول من غير ما تلف كتير في البوردة، او تتفكر كتير البوردة رايحة فين وجاية من فين. تمام. عندك مثلا الدائرة رقم 1 في البوردة دي، هنرجع اللي هي السيكوان. زي ما انت شايف، بص بيقول لك العلامات الحمراء دي 5 فولت، يعني هتقيس ارضي، والعلامة الحمراء بالافو بيدي لك 5 فولت. العلامة الزرقاء اللي بيدالك على المقاومات دي او على الارجل بتاعت الايسهات بتبقى 3.3 فولت لو زرقاء. لو 2 فولت بتبقى مثلا اللون البرتقاني ده، او اللون الاخضر. ماشي. يعني البوردة لو مثلا 1.2 بيبقى اللون الاحمر زي ما انت شايف. دي الدايرة بتاعت السيكونس. تمام. نرجع تاني كده للبوردة ونبص، هتلاقي مثلا الدايرة رقم 2 دي دايرة الاشارة. دي طبعا الاشارة بتاعت اللي هو الهوائي، يعني بتاع الجهاز اهو. بيقول لك مثلا هتقيس لو في مشكلة عندك في الهواء ده، او في الهواء ده، او لو الجهاز ما بيوصفش، او لو الدراع مثلا من بعيد مثلا ما بيقبلش وبيقرأ من قريب، فتبقى لعيب في المنطقة دي، فبتقيس ايه المقاسات بتاعتها. الدائرة رقم 3 الدائرة دي بتاعت الشاشة. تمام. او اي سي الاتش دي. تمام اهو. طبعا الاي سي ده كذا كذا شكل على فكرة، مش شكل واحد يعني. فبتلاقي بيقول لك مثلا عندك المقاسات بتاعته 3.3 فولت على الارجل دي. لو الارجل دي ما فيهاش 3.3 فولت في المقاسات، انت بتدور في المقاومات اللي حواليها، بتبص شوف لو مقاومة قطعة بتظبطها، او لو فلتر فيه مشكلة بتظبطه. لو ما فيش حاجة زي كده طبعا انت بتغير الاي سي كامل، لان العيب بيبقى داخل الاي سي نفسه. طبعا الايسيات في القلب بتاعها ملوش تصليح، بتغير، بيشيل قطعه وبتحط قطعه تانية. هصور لكم الفيديوهات بتاعت التركيب بتاعت الايسيات الصغيره، لان في حاجات صغيره كده بتسهل طرق التركيب والفك مع لسه، يعني مع الشغل بتاعنا بنخترع حاجات او بنشتري حاجات مش جوه المجال وبندخلها المجال بحيث تسهل الفك والتركيب يعني. تمام. ده اللي انا كنت عايز اشاركه معاكم النهاردة. هتلاقوا الاعطال بالنسبة لكم لو تعودتوا على المخططات دي، هتلاقي الاعطال سهلة جدا، وهتلاقي نفسك العطل بتصلحه بسهولة ومن غير ما حتى ترجع لحد. اكتبوا لي يا شباب في تعليقات اذا كانت الفيديوهات دي مفيدة ولا لا، واذا كان مثلا في حاجة ناقصة في الفيديو او لا. اشوفكم على خير في فيديو جديد، وزي ما متعودين لو عجبك الفيديو هتضغط لايك. لو كنت لسه جديد اول مرة تشوف القناة، ريت تشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام يا شباب.